كل كلمة في التصويت علشان كل خطوة مبنية على قبلها يا ابني. حطينا في أي مشكلة؟ قال لي هبدأ حاجة اسمها البوليسيز. يعني إيه كلمة يلايك بوليسيز؟ بقول لك هي ميجور تصويت فور جلوكوز أوكسيديشن. يعني إيه؟ يعني البوليسيز هم 10 خطوات هنكسر فيهم الجلوكوز بتاع الصحة. لغاية دلوقتي في أي مشكلة؟ يبقى بدايتي اول ستيب يا اسماء لازم ابدا اشتغل على جزئيه اسمه الجلوكوز. تمام؟ قال لك بدايه ساعتك جزئيه اسمه الجلوكوز. انا عارف بتسالوني ان الجلوكوز بيتكون من كم كربون يا شباب؟ من 6 كربون. وانه يحتوي على مجموعه الالدهايد ولا مجموعه الكيتون؟ يحتوي على مجموعه الالدهايد. معلومات بدائية خالص خالص انا لسه ما اتكلمتش. يبقى البداية بتاعتك تعريف الفورمولا يا محمد مطلوب مطالب فيها كل كلمة. قال لك بدايتك ببدأ بجزيء اسمه الجلوكوز 7 يا عليك يعني خلاص هي دي مش هتخليك تفهم Meow.
بنحط اسم جلوكوز يعني ايه جلوكوز ستة في الفسفات؟ يعني الجلوكوز اللي مرتبط بالبروتين الستة بتاعته مجموع الفسفات مجموع اسمها مجموع الفسفات. واضح كده؟ يبقى انا اول خطوه عندي خالص فوق بيشتغل في اسمها جلوكو كاينيز. الجلوكو كاينيز يستهدف واحد ويطلع لي واحد ATP. لغايه كده في اي مشكله؟ قال اللي حصل ايه؟ قال والله انا خدت المستهدفين من الانزيم اسمه
فوسفو انسوز ايزوميز. الانزيم بيحول لي الجلوكوز، بيحول لي الجلوكوز اللي في الفوسفات بيحول لي الجلوكوز السياسي. قول لي اسم الانزيم كامل اكسوز فوسفات ايزوميز او فوسفو انسوز ايزوميز. عندنا حولين أول خطوة عندي اشتغل عندي إنزيم اسمه جلوكوكايناز، تاني خطوة يا محمد اشتغل إنزيم اسمه فوسفو إكسوز أيزوميز.
تاني من الاول يا شيوي، انا ببدا بجزئين اسمه الجلوكوز. قال لحضرتك الجلوكوز يا محمد سكر سويس، قال لي بيشتغل عليه انزيم اسمه جلوكوكاينيز، او يحل لي واحد تاني اسمه ميكسوكاينيز. مش نفس الانزيم وميكسوكاينيز يستهلك واحدة اي تي بي ويحول لي الجلوكوز في الموبايل هنا، الجلوكوز 6 الجلوكوز في الموبايل هنا، الجلوكوز 6 الجلوكوز 6 يشتغل عليه انزيم اسمه فوسفونكسوز ايزومينيز، يحوله من جلوكوز يحول لي اقل من الجلوكوز 6 فوسفات. قال لحضرتك اشتغل عليه بي اف كي 1 اللي هو هيعمل ايه؟ يضيف كمان فوسفاتات، بدل ما كان اسمه فراكتوز اسمه فراكتوز 1.6 لا اسمه فراكتوز 1.6. الخطوه اللي بعد كده يا شباب يشتغل انزيم اسمه الدوريز، تمام؟ الانزيم دوت هيقسم لي المركب بالنص، حق ربنا المركب ده فيه كام جلوكوز؟ فيه كام كربونايه؟ وفيه كام فوسفاتايه؟ يبقى كل مركب هيطلع فيه كام كربونايه؟ وكام فوسفاتايه؟ قال لك اللي هيحصل هيجي الانزيم يكسر من النص. تمام؟ أنا هقول لك الكلام بعد ما أخلص على الإنزيم. يكسر لي من النص يا محمد. وليه كده شكل المركبين اللي هيطلع؟ خليه يتحط. المركب الأولاني سي اتش 2 سي دبل 2 سي اتش اتش وربط مسار الأول. صح ولا أنا غلطان؟ أنا اختصرت من هنا. يبقى هو بقى عايز الرابطة اللي كانت في الأول. فهمت يا محمد؟ والمركب الثاني انا ما عملتش حاجه، انا نقلت بس المركبين الثاني زي ما كل كربونه في الاثنين محتاجه
حضرتك دوت مركب اسمه فراكتوز 1.6 هايبر سكان، انا كسرته يوميا انزيم اسمه اكس. عايز ارجع كل واحده للاستمرار يا بنت، نشوف منها الجنايه ونشوف الوش. هنموت على ايه؟ اقفلي اللي فوق بالهيدروجين. عايز وانا بحول الجلوكوز
تكون بالجهاز الترافي ده هتعترض وتقول لي سمين ترايوز ايزوميريز. شيلوا هيقول لي سمين فوسفو ترايوز ايزوميريز. هو مش بيحول لي سكر ثلاثي يبقى هو ترايوز ايزوميريز. هو مش بيحول لي نفس الفكره اللي هنا والله لكن اسمه فوسفو فوسفوس زي ما كسروا الاثنين يقدر يرجع.
تاني اللي انا عايز اقوله لك ستيب واحد الانزيم بتاعي ريفرس وستيب تلاته ريفرس وستيب تلاته يمكن ابدا يا لا يرجع نفس الانزيم يقدر مره ثانيه يا شلبي Thank you.
هو اصلا مركب
الفرد. معنى كده معايا كام هيدروجينية؟ احطهم يا شيوع على اللي بيتحول لو اصغر الفوسفات مصدر حمر، بس انا بقول على الشمس اوفي عشان بس اعرف ان انا فاضل هيدروجين. اللي قصادي ده كوليسترول ضهاي 3 فوسفات، يشتغل عليه انزيم اسمه كوليسترول ضهاي 3 فوسفات دي هيدروجين. تمام، بصوا كده اللي هيحصل، هشيل هيدروجين من هنا وهشيل هيدروجين من الفوسفات. الهيدروجين دي والهيدروجين من الفوسفات وزي النار اتحول ان الاتش ما حصلش. ما هو الفوسفات لما اشيل منها هيدروجين بقى فيها، ما هو حضرتك الكربون لما اشيل منها هيدروجين بقى فيها ربطه مفتوحه عشان الناس ما تتطورش تسوي الربطه زي ما الربطه المفتوحه دي هحط الفوسفات في الربطه. حد يقول لي اي مشكله؟ لغايه دلوقتي مشكله؟ حد يقول لي اي المركب ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه واحد وثلاثة بس فوسفو جليسرين. سمعتوا الكلمه دي قبل كده؟ ده جليسرين اسيد وانا حاطه في الكربونه الاولى والكربونه الثالثه فوسفات اصبح اسمه واحد وثلاثة بس فوسفو جليسرين. لغاية دلوقتي في أي مشكلة؟ الخطوة دي من هنا نرسمها لك. معايا كده من هنا؟ اللي قصادي ده اسمه جليسترول ضهاي 3 فوسفات. هشيل منه هيدروجين. وديت مجموعة فوسفات أشيل منها هيدروجين. الاثنين هيدروجين على الماء بيتحولوا لهيدروجين عشان الفوسفات بقى أسرع. والكربون ده أسرع. وسط الكربون. بصوا يا شباب. انا مش عايز اقول حاجه.
تعرف ان ده خطوة اللي بعد كده يا جماعة خطوة رقم 7 حضرتك مفروض انك تتعالج قبل كده بالفورمولا بتاعتك ايه اللي هيحصل؟ انا وصلت ان قدامي مركب اسمه 1 و3 بس فوسفوجليسرين قال لك المركب مثال لإيه؟ مثال لحاجة اسمها
قلنا يعني ايه صعب استريكتيفل ترانسفورميشن؟ يعني بكون الاي تي بي بالصعب. يا جماعه الاي تي بي بيقول لك ايه؟ هتطلع من الاي تي سي يا اما صعب استريكتيفل وساعتها هنعمل كل الصعب استريكتيفل. تلات امثله ما لهمش رابع. مش رابع في المنهج على الاطلاق. اول اثنين الجلوكوز ده بوسفات بيشتغل على انزيم اسمه فوسفو
الأوتوريز يقسموا يا محمد المركبين حلمي من اسر الضرايب انا بدات بواحد جلوكوز ادخل فيز رقم 2 الجليسرالدهايد الصيغه يشتغل عليه محمد دي هيدروجينيز ميدي هيدروجينيز عشان بيشيل منه هيدروجين يشيل منه هيدروجين ويشيل من الفوسفات هيدروجين يحطهم على جزئين ناس يتحول لناس اتش بلس اصبح اسمه واحد وثلاثه بسبيسكو بسبيت اللي انتوا فكرتوني بيه من الشابتر اللي فات في رابطه هاي انرجي بوم اسمها فوسفات او كربوكسيل يسالك يا محمد خطوه سته بيحصل فيها نوعين من التفاعلات اوكسيديشن اند فوسفوريشن اللي بعد كده واحد وثلاثة بسبيسكو جسرين يا شيوي اشيل منه الفوسفات احطها على اي دي بي تتحول ل اي تي بي اسمه فوسفو جسرين بدل ما واحد وثلاثة لا ثلاثة بس قال لك بكري بصي كده المرتب ده اسمه ثلاثة فوسفو جسرين قالك الخطوة الثامنة يشتغل انزيم اسمه النيوكليس. يعني ايه ميوتيشن؟ قالك الانزيمات اللي اسمها نيوكليس. مين يفتكر من السنة اللي فاتت كانت بتعمل ايه ولا ايه؟ حتى السنة اللي فاتت شابتر الانزايم. وهنحط حاجة اسمها سبيسيفيكيشن اوف انزايم. مين نيوكليس؟ ينقل المجموعة من كربون مواد فوسفات مثلا ينقلها من 2 ل 3 او من 3 ل ينقلها من مكان لمكان 100 جنيه مثلا 100 جنيه حضر الحصة قبل ما ايه؟ بضحك والله اصبر يا جماعة حضرتك انا نقلت الهيدروجين مكان الاكسجين
قال لك انزيم اسمه الايموليز. Okay.
Thank you.
كله شايف اللي فوق ده؟ محمد عمليه الجلايكوليسيس انا ببدا بروتين جلوكوز صح؟ يدخل اول فيس ويطلع لي اثنين كوليسترول ثلاثه فوسفات وبستهلك هنا اثنين اي تي بي اللي بستهلك اي تي بي ستيب رقم واحد ونسبه بنزين وستيب رقم ثلاثه مع البيت حضرتك الجليسترول دهاي 3 فوسفات يدخل في ستون ركز معايا الجليسترول دهاي 3 فوسفات الواحدة يطلع لي واحدة فري وكمان واحدة صح الجليسترول دهاي الواحدة يديني 2 فري وانا عارف ان الجلسه دي
تدخل بالمريض اصفر فيه. الخلية مش بتعمل الأكل الأسد، بس هي مضطرة إن هي تسويه
دلوقتي بقت مليانه فيروسات ما جاتش. انا مش عايز ما جاتش انا خليه عضلات ما فيهاش اكسجين. Thank you.
ليه؟ بتنتهي بإنزيمات اسمها الدايسخارايديز. اللاكتوز بينضموا إنزيم اسمه لاكتيز انزيم، والسكروز بينضموا إنزيم اسمه سكريز. قال لك في أطفال بيتولدوا من غير اللاكتيز انزيم، يعني أطفال بيتولد من غير اللاكتيز انزيم. أنت مدرك حجم المشكلة؟ الطفل دوت بيشرب اللبن. اللبن بينزل عنده في الجسم، في إنزيم لاكتيز يتضرب ما يتضربش. بيحصل أكيوميليشن في اللاكتيز. يشتغل عليه البكتيريا، يعمل له تعب أو فيرمنتيشن، يطلع منه سيو. تمام؟ السيو 2 يضغط على جدران الأمعاء. كلام أحمد روح. أقول لك في طفل بيتولد من غير اللاكتيز انزيم. اللاكتوز يحصل له اكيوميليشن في الانتستين، مش كده؟ قال لك يحصل له فيرمنتيشن الخمر ده، يطلع منه سي او 2. اول حاجه هنعملها ابدومينال بين، يحصل الم في البطن. اشمعنى؟ علشان الناس اللي جابها عنده جازس واللاكتوز لسه متراكم في الانتستين. يقول لك اللاكتوز يسحب الميه من الاسموت، يعمل الطفل دوت دايريا. اسمها ايه يا محمد؟ شفت الجون؟ اللي حصل فجأة كده.